السلام عليكم أولادي تلاميذ السنة الأولى متوسط لهم إن شاء الله بفضل الله تعالى وجوده ومنه وكرمه. أطبعت لكم فرض باش نشوف كيفاش نجموا تحلوا الفرض. بسم الله على بركة الله نبدأ. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بون غمام لحد الآن هادو راكم قاريينهم أولادي. بون هنايا غادي نقرأ التكس من بعد تقراه بنتي أنفعل. Hello, my name is Ranim. I am أنا اسمي رانيم. مرحبا أنا اسمي رانيم. I am 12 years old. أنا عندي 12 سنة. I'm from Algeria. أنا من الجزائر. And I live in Constantine. وأسكن في قسنطينة. تحياتي كاع الناس قسنطينة. My birthday is in December. يوم ميلادي في ديسمبر. I am a pupil at علي حيون Middle School. حيون و Middle School. أنا مدرستي في علي حيون في متوسطة ميدل سكول هي متوسطة علي حيون. I love my country. نبغي بلدي. Country كي يقولوا لك country يعني بلد الجزائر وكي يقولوا لك السري يعني قسطنطين. Okay. How about you؟ ماذا عنك؟ هيا قري لي أمثال. Hello, my name is Ranim. I'm 12 years old. I am from Algeria and I live in Constantine. My birthday is in December. I am pupil at Ali Hayoun Middle School. I love my country. How about you? مليح. دروك اول حاجه ولدي نهضروا task 1. هنا اش قالوا لك؟ I read the text and complete the table about Ranim. غادي نقروا التكست تاعنا وغادي نعمروا هذا تاع Ranim. Name. شكون النيم؟ رانيم. رانيم. عاود عن نيم. رانيم. Age. 12 years old. Old. Hometown. Constantine. Hometown يعني وين تسكن هي؟ في قسطنطين. Country, Algeria. Country يعني بلد Algeria. الأم الجزائر. Algeria. School. Algeria هي دي. School. School. علي حيون. علي. حيون. ولا هيون. Middle school. دروك هنايا اش قالوا لك في السؤال الزاوج؟ I cycle the right answer. ما معنى السايكل انفعل؟ زعما نحوط على الاجابه الصحيحه. هنا يعطونا running is a name last or first or country. First يعني last لقب ولا لقب. first اسم ولا country ولا البلد شان ديرو رانيم is first name. هيا روحي هنايا قال لك هنا رانيم is 12 11 13 years old. شان ديرو 12 رانيم is 12 years old. 12 years old. هنا قال لك رانيمز birthday. هذه الاس تعود على رانيم يعني يوم ميلاد رانيم. is in May, December ولا August. رانيم's birthday in is in December. December نديرو December. هنايا ما حوطناهاش انفعال. هنا نحوطو ونكتبو. اوكي هنايا قالك سايكل يعني ندورو عليها ونزيدو نكتبو. in December. December. بون هنايا قالك I read the text and find the equivalence. هنايا equality to the following. هنا غادي نقول لي سينونيم لشرح المفردات. هاي هلو وراهي هلو هنايا learner يعني pupil. learn هي واحد يقرا ولانا يعني واحد متعلم كي نعيطوا له هي تعلم
نقول له بيو 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 بيو. احسنت. anniversary anniversary كيما anniversary birthday كنقول لها عادي birthday birthday اي شوف هاي تكتبنا عليها نديرتها birthday birthday نروح نضربك هنايا قال لك I should play the right punctuation and capital letters هنايا غادي ديروا التنقيط ولا الكابيتال لتر يعني الاعداد الكبير الارقام الحروف تكبريها باغ اكزومبل باغ اكزومبل قاري تشوفي كيما هنايا هنايا هذا كابيتال لتر اوكي شوفوا هنايا هنايا اول حاجه ديريها انفال كيعطوك هكا فيها دو بوان صافي شطقي هنايا الا قنقوا واحد زوج ثلاثه اربعة اخطاء كل واحدة عندها نص كل واحدة عندها نص نص حتى تولي دو بوان انا هذا الخطا الاول وراه انفال ها وانا هلا وما تكتبش هكا تكتب هكا هذا الخطا باش تسقمو هنايا هنايا مشي هكا ما قالكش هنايا فاصل صافي زوج اخطاء صبناهم امير مشي هكا امير دائما الاسم يكتب بالا ماجيسكول نقطة صحيحة وهنايا تكمل بالنقطة صافي شحال عندها نص في النص في النص في النص عندنا 2 بوينت اوكي دروك نديرو اي كومبليت هلو نكتبو نصحوها هلو فاصيلة هنايا هلو ماي نيم ماي نيم از امير ماجيسكيو از نقطة امير ام 10 years old نقطة اي ام 10 years old نقطة اوكي صاي تبنى هي واضحة اخواتي وليداتي بون هنا نروحو I complete with am is live my name اي انت علي هلو هلو شنو نديرو ماي نديرو ماي صاي درنا هذه is is وراها is لينا what is نديرو هذا فوا هذه is your name what is your name اوكي نروحو دروك هنايا هاي I am هنا كاين I نديرو ام لوجين I am 14 قاري قاري هاي I am لوجين I am هنا قالك I am 14 I in Algiers شغل I live in Algiers في الجزائر العاصمة تحياتي ناس العاصمة هنا يش قالك I put the words in the right bubble هنا يش نقوله هذه كن عيطولها A هذه نكتبها بالفرنسي A وهذه I هذه I وهذه A قرا لي تشوفي هنا play نديرو هنا ولا هنا هنا play قرا نتيا my وين نديروها say وين نديروها I مليح excellent دروك هنايا قال لك task 3 ألا I write قريت شوفي ألا want ألا wants to know more about you write an email introducing yourself name age country city school شقلت لك ألا want ألا راهي باغية تعرف بزاف عليك more about you شنقولو write an email introducing yourself هادي تعرفي على نفسك in country city school اوكي شنديرو هلو ألا شنديرو my name is أنفال نقطة ايه 10 years
old. نقطة. From Algeria. I am from Algeria. From Algeria. نقطة. I live in Schlef. Schlef. نقطة. I live in Schlef. I'm a pupil. Pupil. I'm a pupil at Bashiri Abd al Qadir. Bashiri Abd al Qadir. Middle school. Middle school. School. That's it. زيدي زيدي الحاجة. I love. سايدرنا سيري. I love my teacher of English. I love my teacher of English. Of English. English. I love my city. I love my teacher of English. I love my my pet. Okay. بهذا أولادي نكونوا قد أنهينا هذا السوجي وإلى مواضيع مقبلة إن شاء الله. أتمنى كو استفدتوا معايا أنا وبنتي وربي يحفظكم وما تخافوش وليداتي خوتاتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.